استشعار عن بعد للغلاف الجليدي. مرحبا بك في الغلاف الجليدي، والذي لم يكتشف بعد من الكثير من البشر. تلك الأجزاء من سطح الأرض حيث يتم تجميد المياه بشكل مؤقت أو دائم، سواء كان جليدا أو ثلجا أو أنهارا جليدية أو أرضا مجمدة إلى آخره. جزء جميل وضخم بشكل لا يصدق من كوكبنا، والذي يلعب دورا كبيرا في نظام المناخ العالمي، وتسمح لنا الاستشعارات عن بعد بأن نرى ما وراء حواجزها الطبيعية. في أيامنا هذه يدرس العلماء الغلاف الجليدي بعناية فائقة من أجل فهم مدى تأثير تغير المناخ على ذوبان المياه المجمدة، وهي مشكلة خطيرة جداً على البشرية أن تواجهها، لأن العديد من الأرواح البشرية والنظام الأيكولوجي معرضون للخطر بسبب الظروف البيئية القاسية. الاستشعار عن بعد يشكل أداة فريدة لاستكشاف المناطق الباردة. دراسة الغلاف الجليدي بأجهزة الاستشعار عن بعد تمكننا من الحصول على معلومات مفيدة، مثل الانزياح وكثافة الأنهار الجليدية. الأنهار الجليدية هي واحدة من أكثر المؤشرات حساسية لتغير المناخ على الأرض، حيث أن لها وظيفة استقرار هامة داخل النظام البيئي العالمي، وهذا يعني أن أي اختلافاً صغيراً يحدث فرقاً. مثلاً، تفترض عملية تكليس الجليد العائم تصريفاً إضافياً كبيراً من الجليد الأرضي. كلما زادت الكثافة كلما ارتفع مستوى البحر. تساعدنا أجهزة الاستشعار الرادارية على تحليلها بدقة، حيث تؤثر الظروف السطحية الجليدية المختلفة على قوة الإشارة المتناثرة. تركيز البحر المتجمد. عادة ما تنبعث من الجليد البحري طاقة أكثر من المحيط المحيط به، مما يجعل من السهل التمييز بين الاثنين باستخدام الحواس المناسبة. المكافئ للغطاء والماء الثلجي. على حين أن الغطاء الثلجي هو عامل هام في نظام المناخ العالمي بسبب تأثيره على الضوء الذي ينعكس على السطح، فإن مكافئ الماء الثلجي هو متغير كمي تحتاجه معظم النماذج الهيدرولوجية، يمكننا قياسها بأنظمة متقدمة. سمك سطح الجليد البحري. ترسل رادارات والليدارات إشارات راديوية نابضة أو ضوئية نحو الأرض، وتقيس الوقت الذي تستغرقه للعودة إلى جهاز الاستشعار. يحدد وقت الذهاب والعودة المسافة الفاصلة بين الحواس والسطح المنعكس مع مستوى سطح البحر كما رجع. يمكن تحديد ارتفاع سطح الجليد البحري الذي يستخدمه العلماء لحساب إجمالي سمك جليد البحر. إذا كنا نعرف مكان سطح الجليد البحري الأقل سمكاً، فيمكننا توجيه السفن عبر المناطق المغطاة بالجليد. وكما قلنا، فإن الغلاف الجليدي أمر بالغ الأهمية لفهم مناخنا المتغير. التفسير بسيط. عندما تضرب الأشعة الشمسية الثلج والجليد، ينعكس حوالي 90% منها في الفضاء، ومع ذوبان المزيد من الجليد والثلج ينكشف المحيط والأرض اللذين كانا تحته، ثم يتم إطلاق هذه الطاقة الممتصة كحرارة إلى الغلاف الجوي، ويتسارع هذا التأثير أكثر عندما يتم إطلاق الميثان المحبوس في التربة المتجمدة المنصهرة إلى الغلاف الجوي، وهو غاز قوي من غازات الدافئة يلقي الحرارة بالقرب من سطح الأرض. ووفقاً لدراسة علمية حديثة، فإذا استمر هذا الوضع فقد لا يتبقى المزيد من الجليد البحري في المحيط المتجمد الشمالي أثناء الصيف في العقود القليلة المقبلة.